بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ موجب وقت اسر صدا، میں حسین ہوں۔ موجب وقت اسر صدا، میں حسین ہوں۔ کاٹو نہ میرا خشک گلا، کاٹو نہ میرا خشک گلا، میں حسین ہوں۔ سوکھی ہوئی ہے شیم میرے خلق کی رگیں، سوکھی ہوئی ہے شیم میرے خلق کی رگیں۔ آہستہ تو چھری کو چلا، آہستہ تو چھری کو چلا، میں حسین ہوں۔ ایک بوند بھی نہ دی، اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی۔ میں بار بار کہتا رہا، میں بار بار کہتا رہا، میں حسین ہوں۔ کربلا میں جان کی بازی لگانے کو سلام، شہ سوار کربلا کی، شہ سوار پہ چلاؤ خنجر، شاہدی سے نہ اٹھ سکیں گے یہ اب زمین سے، اٹھاؤ خنجر کلوں کا روسر، حسین گھوڑے سے گر چکے ہیں، سنا یہ زینب کے شور شکر، حسین گھوڑے سے گر چکے، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین گھوڑے سے گر چکے ہیں، حسین گھوڑے سے گر چکے ہیں۔
حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین گورے سے گر چکے ہیں، حسین گورے سے گر چکے ہیں، سادات زینب نے سوئے دریا، مدد کو آ جاؤ جلد بھیا، بچاؤ آقا شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، ان جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم، ضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون، قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ليمسنكم منا عذاب أليم، قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما تأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون، وآية لهم الأرض الميتة
احییناها واخرجنا منها حبا فمن وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون فما وما عملته ايديهم افلا يشكرون سبحان الذي خلق الازواج كلها ما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون هم من مثله ما يركبون وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ من آیاتی ربهم الا کانوا اهل عتم ان انتم الا فی ظلال مبین ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین توصیتا ولا الى اهلهم یرجعون ونفق قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون أَلَمْ عَهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَأُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك